وزياد، المشكلة الرئيسية اليوم خلينا نتكلم بشكل أوسع لدى اتحاد القدم، مثل ما ذكر حتان أنه أنت في تاريخ 26/10 أعلنت نبيل نقشبندي بديلا لكلاتنبرغ. طوال هذه الفترة تقريبا ما يقارب عندك شهر 11 و12 و1 و2، أنت اليوم قاعد تقول أنه أساسا بعد إعلان التشكيل الجديد لإدارات الاتحاد السعودي أو لجال الاتحاد السعودي ذكرت أنه تم تعيين خليل جلال نائبا للرئيس وفي انتظار اختيار رجل أنسب ليكون رئيس للجنة الحكام. طوال هذه الفترة كان من يختار الحكام الأجانب أو إدارة الحكام الأجانب كلاتنبرغ. أوكي. إذن أنت الرجل هذا بحكم تواصله برا طبعا بالضبط ومعرفة هذا الحكام طيب كل والاتحادات الأوروبية بالضبط كل الحكام أو كل رؤساء اللجان بإمكانه أنه يأتون بهؤلاء الحكام. أنت اليوم يعني قاعد تقول أنا انهيت تعاقدي مع هذا الرجل وانت اليوم معطيه صلاحيات في الخفاء انه انت اللي قاعد تجهز لي حكام. طيب ايش دوري انا كنائب رئيس لجنة مكلف باللجنة حتى يأتي الرئيس الجديد؟ انت الان همشت شخص اسمه خليل جلال كنائب رئيس كإدارة للجنة الحكام. الاتحاد السعودي هو من وضع نفسه بهذا الموقف. اليوم نشاهد انتقادات الاندية، نشاهد انتقادات اللاعبين، الجماهير ضد اتحاد القدم. امر طبيعي لا ما جديد الانتقاد. لا ما هو طبيعي لانه خلينا نقول انه في الفتره السابقه كان بلا سبب ممكن الانتقادات على الاتحاد او كان جدار الاتحاد قصير، لكن انت اليوم انت قاعد تشوف قوه المرحله اللي موجودين احنا اليوم فيها في الدوري السعودي. اوكي. وانت بنفسك كمجلس اداره الاتحاد انت من وضعت نفسك بهذا الموقف انك جالس تعلن نائب رئيس ما اعلنت رئيس للجنه ومكلف حكم اجنبي انت اقلته قبل فتره بإدارة بعض المشاريع اللي موجودة مثلا مشاريع أو مشروع اختيار الحكام الأجانب في الدوري السعودي. أنا بالنسبة لي رئيس نادي النصر وصل رسالة للاتحاد السعودي مثل بقية الأندية والجماهير اللي وصلوا رسائلهم، ولكن أنا بوجهة نظري أنه ليس سعود السويلم واحدة من أقال كلاتنبرغ. أنا أشاهد أنه فيه كان ردة فعل قوية من كل الأندية من كل الجماهير ضد هذا الحكم. طيب. حتى في مسألة التدوير وناقشناها في الديوانية، ناقشناها في مواقع التواصل الاجتماعي، مسألة تدوير الحكام، يعني حكم اليوم كنت أشوفه أنا قاعد يدير المباراة كحكم ساعة، المباراة اللي ثاني يوم في نفس الجولة في موجود في غرفة الفار بعدين الرابع إيه؟ بعدين أساسي بعدين الرابع. فهذا كانت الخطأ اللي جلسنا نتكلم فيه عن كلاتنبرغ وإدارته لمثل هذه الإدارات. اليوم نتحدث عن موضوع مهم جدا اللي هو الأخطاء جميعها تأتي من الاتحاد السعودي. حتى في بيان الاتحاد السعودي اليوم أنت قاعد تقول أنه أنا عقدي ينتهي في فبراير. طيب طوال المدة السابقة أنت وضعت من هو رئيس اللجنة؟ ما وضحت. أنت وضحت من هو اللي قاعد يختار لك الحكام الأجانب؟ ما توضح. إذن الخطأ لا حد يقول لي نادي نصر أو نادي هلال أو نادي شباب، الخطأ طيب. خطأ اتحاد القدم. ماشي.